هكذا كان التخطيط الإلهي كما يبدو يقتضي أن تكون الصديقة الكبرى رمزا للتولي وأن تكون أعظم رمز للتبري من أعداء الله. هذا الرمز الذي لا يمكن أن ينكر. الآخرين متحيرون، الآخرون متحيرون ماذا يفعلون وماذا يقولون. ونعتقد أن هذا جزء من الهداية الإلهية للبشر. إشلون البخاري هذا الرجل الذي يتورع، يعني يرى أنه يتورع في رواية رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال أين ذهب ورعه عند نهر بلخ، رواية واحدة لا يرويها عن الإمام الصادق، مع أن كل المذاهب الأربعة عيال على المدرسة الفقهية للإمام الصادق، ويروي عن الخوارج وأمثاله. إشلون هذا في كتابه تجدون إدانة واضحة وصريحة لا يتمكنون منها خلاصا؟ في مكان يكتب في صحيح البخاري اللي هو أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، في مكان يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، وفي مكان آخر يقول إن فاطمة صلوات الله عليها ماتت وهي واجدة على فلان وهجرته، في مكان يقول وما كلمته إلى أن مات. شلون هذا جاي في كتاب هذا الرجل اللي من كتابه أسقط ألوف الأحاديث أو عشرات الألوف من الأحاديث؟ راجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، شوفوا منهج هذا الرجل في تدوين الحديث. هذا جزء من الهداية الإلهية، الهداية التشريعية الإلهية، حتى معالم الحق تكون واضح ولا تخفى.